نعم يا رحاب، خير ان شاء الله. هيجي منين الخير؟ انت مش مكسوفه من نفسك وانت بتساليني كده؟ انا عايزه افهم حاجه واحده، انت جايبه البجاحه دي كلها منين؟ احترمي نفسك وانت بتكلميني ووطي صوتك. ابني نايم تعبان جوه. ابنك ده لو ذكر بجد كان عرف يوقفك عند حدك وكان جاب حق ابوه. حق ابوه منين يا مجنونه انت؟ الله، هو انت فاهمه فيه ايه؟ ولا انت جايه تزعقي وتعملي مشكله وتزيطي وخلاص؟ لا يا حبيبتي انا مش جايه ازيط، لا انا جايه عشان خاطر اخويا اللي مات مقهور بسببك الغلبان. يا سلام، وكنت فين وهو راقد 3 سنين ما بيتحركش اخوك الغلبان اللي مات مقهور؟ جيتي مره واحده بس عشان تزوريه؟ ما هو كله منك، ما انت كنت قطع رجلي من هنا بوشك المقلوب اذا كان انا ولا ابني. بس لو بصيت في موبايل الله يرحمه هتلاقي اني كنت بتصل بيه كل يوم. فيك الخير والله، بس لعلمك اخوك يا اختي ما ماتش بسببي. لا يا حبيبتي بسببك، والواتساب اللي بينه وبينه هو اللي بيشهد. يا مش تكلم انكم من عمايلك المخجلة السودة. ولما عصام وراني الفيديو بتاعك المنتشر على الفيسبوك اتأكدت ان انت اللي قتلتيه. اخرسي قطع لسانك، انا اشرف منك ومن اهلك ولعلمك بقى الفيديو ده متفبرك وكل الناس عارفة انه كذب. اخدوا صورتي وركبوها على جسم واحدة تانية. صحيح، على اساس ان احنا متغميين وما بنشوفش. طب والصوت يا قلبي، جابوا لك واحدة تقلدك؟ انت مش فاهمك انت في الصوت وفي الكلام ده يا جهلة. انت كبيرك تقمعي بامية. البامية دي ان شاء الله انت اللي هتقمعيها في السجن. انت فاكر ان انا هسكت؟ انا هبلغ عنك وهتهمك بقتل اخويا. مستنية ايه؟ ولا جاي تاخدي الاذن؟ سمحتلك يا حبيبتي تروحي تعملي محضر زي ما انت عاوزة. اقولك اكلملك البوليس يجيلك هنا اسهل؟ لا، هبعتلك لوكيشن الاسم احسن. لا يا حبيبة قلب، لا انت تبعتي اللوكيشن لطارق حبيب القلب عشان لما يجي يزورك ما ياخدش وقت، يجي على السريع. ازيك يا عمتو؟ انا عايز افهم انتوا ايه؟ ما بتحسوش ما عندكوش دم؟ ابوكم بالنسبه لكم ايه؟ فرخه وماتت؟ مالها بقى في ايه؟ سيبك منها، دي اتجننت جايه ترمي بالها عليا عشان احط لها شويه فكه في ايديها. روح اطمني على اخوك زمانه صحي. ما تتحركي. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.